السلام عليكم اخوان. بالنسبه للهوات الناس اللي كتبوا لي في الكومونتير صيد الصندار، ها انتم اجي نوريكم كيفاش ديروا باش تصيدوا الطعم الحي. طريقه سهله، والحوته كتبقى في سميتها، ما كتخرجش تخدم بها على سميتها، كتخدم بها هنايا لداخل الماء. ها انت الطريقه، اجي انتم طريقه سهله اللي كنحتاجوا سبيب، وكاين اللي كيدير السلك البروشير برق هادو تريبل، مقص ديال الدفران. ها انتم هنا كنشدو، اجي هنا كنديرو السبيب هو الاول، كنخدمو بالسبيب. ها انتم هو الاول، كنزلقو السبيب، كنجيو لهنا كنشدو الحوت. ها هادي كنخدموها غير وسط الماء، ها كيوقع عليها والو. اجي لهنا ضوي ليهم، وي ها انت كنزلقوه هنا. ها انتما بالنسبه للانسان اللي كيخدم بطعم الحي، العمليه وصل الماء كيوقع عليها والو، الحوته كتبقى عايشه. كنخرجوها من هنا من دارها، كنطلقوها بحال هكا. نجيبو هاد التريبل نديرو هنا، نخشيو هنا البلاصة اللي خرجت منها البرا. تريبل نقطعو، هانت الحوتة كتبقى لنا عايشة. ها هو التليفون شرو، كتبقى لنا حوتة عايشة. ها حنا غادي نطلقوها دابا، هانتو كيبان هاد تريبل، هانتو هنا نطلقوها، هانتو طول. هذا بالنسبه للانسان اللي كيصيد بالصندار، ها الحوت باقا عايشه. كنرخفو ليها، خليوها تمشي، راه شي عود، ماشي عود صغير. انت هنا اش كنديروا ليها؟ نديروا ليها بحال هكا، خليها تمشي مع راسك. شي سقي رخفوا ليها هنا، خليها تمشي. تعال تقريبا نطلق لها، خليها تمشي على خاطرها. هذه كتصادح مع الصندار بروشيت، خليها تمشي. والله يسخر الجميع، والسلام عليكم.